المخ عضو ضعيف، لذلك بيتم إحاطته وحمايته عن طريق 3 أغشية بيطلق عليها اسم الأغشية السحائية منينجيس. الغلاف الخارجي بيسمى الأم الجافية ديورا ماتر، وبيكون أقوى غلاف. هذا الغلاف المكون من طبقتين بيكون متصل مباشرة مع النسيج الضام المغلف للكرينيوم، وبيطلق عليه اسم بيريوستم أوف ذا كرينيوم. موجود ما بين الأم الجافية وعظام الكرينيوم الأوعية الدموية السحائية، واللي دورها إنها بتوصل الدم للكرينيوم والأغشية السحائية. بيكون في أيضا حيز أو فراغ موجود ما بين الديوراماتر والكرينيوم، بيطلق عليه اسم إبيديورال أو إكسترا ديورال سبيس. وبيكون موجود ما بين طبقتين الديوراماتر الديورال ساينسز، واللي بتوفر تصريف وريدي من المخ. طبقات الديورال ماتر بتكون على شكل انحناءات او انسناءات. الانسناءات دي بتعزل تركيب المخ وبتوفر دعم وحماية اضافية للمخ. انحناءات الديوراماتر بتشمل الفالكا السريبراي والتنتوريوم سريبلاي. الفالكا السريبراي بيفصل ما بين السريبرال هيمسفيرز، بينما التنتوريوم سريبلاي بتنتشر على شكل خيمة وبتكون فاصل ما بين السريبرام والسريبيلم. الليجن اللي بتكون موجودة فوق التنتوريوم سريبلاي بيطلق عليها اسم سوبرا تنتوريال، بينما الليجن اللي بتقع أسفل التنتوريوم سريبلاي بيطلق عليها اسم انفرا تنتوريال. وبيكون في فتحة بيضاوية الشكل موجودة في التنتوريوم سريبلاي بتكون التنتوريال نوتش، وبيطلق عليها اسم انسجورة، واللي بتحيط بالميد برين، وتوفر الاتصال الوحيد ما بين الانفرا تنتوريال سبيس والسوبرا تنتوريال سبيس. الغلاف الأوسط معروف باسم أراكنويد ميمبرين الغلاف العنكبوتي، وده عبارة عن غلاف رقيق وشفاف بيتفصل عن الديوراماتر بواسطة حيز اسمه ساب ديورال سبيس. الغلاف الداخلي اسمه بايماتر الأم الحنون، وهو غلاف مليء بالأوعية الدموية ملتصق بعناية بالمخ. الساب أراكنويد سبيس بيفصل البايماتر عن الأراكنويد ماتر. السبراكنويد سبيس بيحتوي على السيريبروسباينال فلويد اللي هو السائل الدماغي الشوكي، واللي بينتشر خلال المخ والحبل الشوكي وبيحمي الجهاز العصبي المركزي.